عندك أخت منقبة دايماً بتقولك يا رب تدخلي الجنة معايا. حبيبتي دي، دي حبيبة قلبي. دي أختي، يعني القريبة جداً بالنسبة لي، وهي أطيب حد وأقرب حد لي. ريتا اسمها؟ ريتا، يعني أطيب حد وأقرب حد لي. عمر ما كان في بينكو خلاف وجهة النظر على كونك بتحبي الرقص الشرقي وهي منتقبة؟ احنا اخوات، احنا اخوات، احنا لما بنقعد مع بعض ما بقاش في حواجز بيننا علشان ما نتكلمش في اي حاجة، بنتكلم في كل حاجة واي حاجة وكل حاجة. بس هي عندها وجهة نظر محترمة جدا انا دايما بحترمها فيها، انها دايما بتدعي لنفسها على الثبات، انها تثبت، وبتقول ان ربنا لما يجي يحاسب الناس انا ما اعرفش اذا كان انا احسن منك ولا انت احسن مني، انا ما اعرفش. وحسابات ربنا مختلفه تماما. عن حسابات البشر. يعني البشر دايما بيحسبوها باللي شايفينه، ربنا ما بيحسبهاش كده. ما انا عشان كده شايفاكي جريئه، علشان انت، عشان اختيارك، وانتي عارفة انه البشر بتحسبها بحساباتهم، وانتي شايفة المجتمع. لا لا لا. وانتي بتراعي المجتمع، وانتي بتعاملي المجتمع طول الوقت زي ما قلتي. انا براعي المجتمع لحدود. انا حياتي اللي انا عايشاها مش من حق حد يتطفل عليها. في حدود دايما البني ادم هو اللي بيحطها للناس، مش الناس بتحطها. انتي لو وربتي الباب هيدخلك جيش، بس انت لو قفلتي الباب على نفسك مش هيدخلك حد. علاقتك باخواتك من الاب نفس قوه علاقتك باختك ريتا؟ بصي، بمنتهى الامانه، ريتا هي ابا واما اختي، فهي اللي عشنا مع بعض العمر كله. فهي مفضلة طبعاً بالنسبة لي كأخت، لأن هي فهماني كويس وحفظاني وعارفة أنا بحب إيه وبكره إيه وبعمل. إخوات الأم هم الأقرب من إخوات الأم، لأن اللي ربت واحدة، فإخوات الأم بيبقوا أقرب. وإخوات الأب طبعاً في القلب، بس هتلاقيهم أبعد.